أنا بعاني من إعاقة اسمها شلل دماغي لأني خلقت بالشهر السابع وخلق عندي نقص بالأكسجين. كل شيء بحياتي بده أفور كتير أعمله وكان كتير صعب إني أكون عم فكر بأنشطة رياضية أو قصص أتسلى ومنهم هذا الشيء اللي عم بعمله اليوم أنا بمحمية تنورين. كتير 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 محمس على هيدي الاكسبيرينس ولأنه حلو إنه في ناس فكرت بهذا الشيء، فكرت إنه هؤلاء الأشخاص من حقهم ينبسطوا ويتسلوا ويكون حدا عم بيعمل إفور كرمالهم. أشخاص ما عندهم إعاقة عم بيساعدونا تنعيش معهم هالإكسبيرينس لأنه من دونهم ما بنقدر نعيش، وهذا الشيء اللي بيخلي إنه سوا بنقدر نوصل لمحلات كتير حلوة وكتير بتطور مجتمعنا وبتخلينا نكون كلنا مندمجين بقلب المجتمع وكلنا مبسوطين لأنه سوا منعيش. اكتشفت أنه أنا بالأول إنسان وإعاقتي ولا ممكن تلقي إنسانيتي. إذا أنا بدي أتطلع على الضعف اللي فيي ما رح أقدر أوصل لمحل. أنا بدي ساعد الناس تتطلع على نقاط القوة اللي فيي تنقدر سوا نعمل مجتمع أفضل. فعلاً كان قلبي عم يرقص وإني أقدر أعيش هالإكسبرينس بإفور حدا غيري كان عن جد إكسبرينس بعقد شيء لا يوصف وحلم تحقق، فعلاً حلم تحقق.